واحد في ابتدائي، ابتدائي اللي خد ابتدائية يرفع ايده. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وإعدادية، مين معاه مين إعدادية؟ حد هنا إعدادي؟ رابع. وثانوي فين؟ ثانوي كمان. احنا النهاردة سعداء فيكم جدا جدا لأنكم حققتوا نتائج متميزة، والنتائج دي مهمة جدا علشان تكون بداية لنجاح في حياتكم كلها إن شاء الله. مهمة قوي إن الواحد يتعلم، مهمة قوي إن الواحد يحصل على شهادة، وأهم من إن الواحد يبقى معاه شهادة إن الواحد يكون عنده وعي، يكون عنده إصرار على إن هو ينجح في حياته، إن هو يكون إنسان ناجح وإنسان كويس بيخدم مجتمعه وبيشتغل بصدق وبأمانة وبيحرص على إن هو يكون إضافة لمجتمعه رغم كل التحديات وكل الظروف الصعبة. ما تخلوش أي حاجة في الدنيا تعطلكم عن إنكم تحققوا اللي اللي عاوز يبقى دكتور هيبقى دكتور، واللي عاوز يبقى مهندس هيبقى مهندس، واللي عاوز يبقى محاسب هيبقى محاسب، واللي عاوز يبقى عنده مصنع هيبقى عنده مصنع، واللي عايز يبقى عنده محل هيبقى عنده محل. لازم الواحد يبقى عنده حلم، ولازم الواحد يفضل دايما يسعى ورا تحقيق حلمه، وما يخليش حاجه تحبطه، ولا يخلي حاجه تكسره، ولا يخلي حاجه تعطله. ولو حد عطله او كعبله يقوم يوقف تاني ويكمل حلمه ويفضل يسعى ليه، ويحط دايما 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 جواه قناعه مهمه جدا ان الانسان المجتهد ربنا بيديله كل حاجه حلوه، وكل مجتهد النصيب. والبني ادم اللي بيسعى وبيتعب ربنا دايما بيكافئه، حتى لو تعطل شويه، حتى لو تباطأ شويه، حتى لو حد ضايقه، حتى لو حد ظلم، في الاخر ربنا عادل وربنا بيوقف جنبه وربنا بيساعده وبيحقق حلمه. فانا عاوزاكم تتمسكوا باحلامكم وتعرفوا ان محدش هيقدر ياخد منكم حلمكم ولا حد يعطلكم عنه طالما انكم انتم مصرين عليه ومستعدين انكم تتعبوا وانكم تذاكروا وانكم تتعلموا وانكم تستفيدوا من خبرات الاكبر منكم، وتشوفوا قدوه، حد معاكم في الدار، حد في المدرسه، حد معجبين بيه ايا كان، ويبقى ليكم قدوه كده وتبقوا متاكدين انكم ممكن تبقوا زي الناس دي واحسن من الناس دي ان شاء الله. فببارك لكم وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين عشان رمضان. برحب بيكم في الوزاره، بقول لكم ان احنا سعداء بيكم وفخورين جدا جدا بيكم، بس اهم من سعادتنا احنا بيكم انتوا سعادتكم بنفسكم. لازم تبقوا فرحانين بنفسكم، ولازم يبقى عندكم شعور بالزهو والفرحه وان العمل والنجاح هو ده طريقكم ان شاء الله انكم تبقوا احسن ناس في البلد دي باذن الله. كل سنه وانتم طيبين مره ثانيه، ورمضان كريم ان شاء الله. ربنا كده يساعدنا ويسهل علينا الصيام في الحر ده. مش عارفه انتوا في منكم صغيرين مش هيصوموا ولا كلكم ناويين تصوموا ولا ايه، بس في جميع الاحوال اللي ما صامش السنه دي ومش هيصوموا السنه دي ان شاء الله يصوموا السنه الجايه او يصوموا السنه اللي بعدها، وباذن الله ربنا يسهل علينا الصيام ويقدرنا عليه ويقبل دعانا ليكم ان ربنا يحميكم ويحفظكم ونكتبوا احسن اولاد في مصر ان شاء الله.